بسم الله الرحمن الرحيم. هنا سؤال: هل من مات بسبب التدخين يعد كمن قتل نفسه؟ الجواب لا، لا يستوي. يعني مثلا هذا الذي قتل نفسه قتل قتلا مباشرا وعنده نية لقتل نفسه، أما هذا المدخن لا نية عنده لقتل نفسه، بل عنده حرص على الحياة. والأمر الآخر أن هذا أتى بتدريج، وفي كثير من الأحيان تكون سبب الوفاة ليس هو التدخين وإنما أشياء أخرى. لكن ليس معنى ذلك أننا لا نقول أن الدخان مضر وأنه لا يلحق الأذى بهذا الشخص المدخن، وليس معنى ذلك أننا نفتي بإباحته. فالدخان هو حرام، والأمر الآخر أن فيه ضرر على النفس وضرر على الغير، فهو ضرر وضرار، وفي ضرر على المال إلى غير ذلك من الأشياء التي تبين حرمته. لكن هنا نقول أنه لا يجوز أن تقول أن من يشرب الدخان حكمه حكم المنتحر، هذا كلام مرفوض تماما. هل يجب إكمال السورة في الركعة الثانية؟ الركعة الثانية ما زاد عن الفاتحة في خلاف بين أهل العلم، والصواب أنه مندوب، فالفرض هو قراءة الفاتحة، وما زاد عن الفاتحة فهو مستحب مندوب ليس أكثر. فبالتالي إذا لم تكمل بسبب سرعة الإمام أو ما شابه فأنت أتيت بجزء من السورة، ولا يشترط أن تكمل السورة كاملة أصلا. فلو أتيت بآية فقد أتيت بما تيسر من القرآن، على قول من قال أن ما زاد عن الفاتحة واجب، فهو لا يوجب عليك أكثر من آية. وإذا قصدت أنك لم تقرأ شيئا فبسبب أن الإمام على سرعة فإن شاء الله ما عليك شيء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. هل يوجد بنك في الأردن حلال نشتري منه شقة وتنتهي بالتمليك أو ما شابه؟ لا يوجد، على حدود علمي لا يوجد بنك في الأردن يقدم لك المال وتحصل منه شقة حلالا، وإنما فيه محاذير كثيرة. وبينا قبل فترة حرمة البنك الإسلامي، فلا نعيد، وهذا جواب عن الأردن. هنا سؤال: صليت المغرب جماعة من دون وضوء وتذكرت بعد تكبيرة الإحرام، فهل أستمر في الصلاة؟ لا يجوز أن تستمر في الصلاة، وإنما تخرج من الصلاة وتضع يدك على أنفك حتى يكون لك عدم إحراج، فيظن الناس أن الدم قد نزل من أنفك ارتعفت، فتذهب وتتوضأ وترجع. أما إذا استمريت فأنت آثم، قطعت الصف وصليت صلاة بغير طهور، أو حتى لو أنك مثلت، فمحظورات كثيرة. فالصواب أن تخرج من الصلاة كما ذكرت لك وتتوضأ وترجع. بهذا القدر نكتفي، والله الهادي والموفق، وصلى الله وبارك على محمد وعلى آله وصحبه.